الموقع الجغرافي للمغرب القريب من أوروبا وباعتباره بوابة لها على إفريقيا جعله مقصداً لمختلف شبكات التبادل. المغرب في السنوات الأخيرة أعطى أهمية لتطوير الخدمات اللوجستية، ما يشكل أولوية استراتيجية لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني. تم وضع استراتيجية جديدة للقطاع بغرض تلبية الاحتياجات الجديدة في مجال الخدمات اللوجستية، ومن بين توجهات هذه الاستراتيجية تخفيض التكاليف اللوجستية من 20 إلى 15% من الناتج الداخلي الخام، المساهمة في حماية البيئة من خلال تقليل انبعاثات ثنائي أكسيد الكربون المرتبط بنقل البضائع على الطرق بمعدل 35%، إنشاء وتحديث المناطق اللوجستية، تنمية المهارات اللوجستية من خلال تقنيات جديدة في التكوين، تعمل وزارة التجهيز والنقل والخدمات اللوجستية على تعزيز القدرة التنافسية للخدمات اللوجستية للاقتصاد الوطني من خلال العديد من المؤسسات العامة التابعة مثل الوكالة المغربية لتنمية اللوجستيك التي تنسق بالتعاون مع مؤسسات القطاع العام والفاعلين الاقتصاديين في مجال اللوجستيك لتعزيز وتنظيم وتطوير السلاسل اللوجستيكية للتدفقات الرئيسية للبضائع في المغرب. الوكالة المغربية لتنمية اللوجستيك تقوم أيضاً بإنجاز الدراسات الاستراتيجية وأيضاً خطط عمل من أجل تطوير هذا القطاع في المغرب. الشركة الوطنية للنقل واللوجستيك وتشكل نموذجاً في مجال الخدمات اللوجستية إذ تتوفر على نظام فعال وموثوق به إلى جانب تأمين خدمات ذات جودة عالية، النقل الوطني والدولي، المستودعات والتخزين، العبور والتوزيع. المكتب الوطني للسكك الحديدية مسؤول عن تشغيل شبكات السكك الحديدية بالمغرب وبناء خطوط سكك حديدية جديدة. تحسين الخدمات اللوجستية والتدفقات على أساس إنشاء شبكة من منصات الخدمات اللوجستيكية لتجميع وتوزيع البضائع، وتطوير شبكة كهذه يلتزم توفير مجموعة من الظروف من بينها الوعاء العقاري المناسب المتوفر على معياري الموقع والقرب، ربط يلائم الأساسيات اللوجستية. يتوفر المغرب على ما يناهز 600 هكتار من منصات اللوجستيك مهيئة وموزعة على عدة مناطق، في حين تعتبر منطقة الخدمات اللوجستية زنات الدار البيضاء واحدة من أكبر مناطق الخدمات اللوجستية بالمغرب بمساحة تناهز 323 هكتاراً، إضافة إلى منطقة الخدمات اللوجستية ميطا التي تم إنشاؤها من قبل المكتب الوطني للسكك الحديدية على مساحة 32 هكتاراً، وأيضاً منطقة ميدهوب بمدينة طنجة. وترتب عن هذه الدينامية القوية بالقطاع انخفاض في تكاليف التخزين من 3 إلى 0.9 درهم عن كل صندوق في اليوم، إلى جانب تسجيل تراجع على مستوى تكلفة توطين المتر المربع والتي تراجعت من 62 درهما إلى 40 درهم شهريا خلال نفس الفترة. تكوين الموارد البشرية في مهن الخدمات اللوجستيكية هو واحد من بين الأولويات الاستراتيجية اللوجستيكية الوطنية بغرض تلبية متطلبات واحتياجات القطاع، والتي بفضلها يطمح المغرب لتحقيق أهداف طموحة على المدى القصير والمتوسط في أفق إنهائها سنة 2030.
ومن خلال استراتيجية القطاع الموضوعة من طرف وزارة التجهيز والنقل والخدمات اللوجستية، يهدف المغرب للتحول إلى مركز إقليمي ودولي للتنافسية اللوجستية، وذلك عبر خفض تكاليف النقل والخدمات اللوجستية وتحسين أداء الخدمات اللوجستية.